أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى مدينة شرم الشيخ، حيث كوب 27 في إطار متابعة القاهرة الإخبارية لكل فعاليات هذا المؤتمر. تنضم إلينا الآن الأستاذة منى الطاهر حمدان، المدير القطري لمؤسسة براكتيكال أكشن بالسودان. أستاذة منى، أنا برحب حضرتك في مصر وفي كوب 27. كان هناك تعويل أستاذة منى كبير من قبل كل الدول على هذا المؤتمر، خاصة ربما بعد عدم تنفيذ التعهدات أو الأهداف التي وضعت في غلاسكو أو كوب 26. ماذا تأمل السودان اليوم من هذا المؤتمر؟ بحيي القاهرة الإخبارية على مستوى البث، وبحيي جمهورية مصر العربية لاستضافتها لهذه المبادرة العظيمة. حقيقة فعلا كان في إحباط كبير من العالم لعدم تنفيذ التوصيات بشكل صحيح، لكن أمل كبير، يعني عندنا أمل كبير جدا أنه هذه الكوب 27 يطلع بتوصيات عظيمة وتؤخذ بمحمل الجد من كل الحكومات. وبتمنى أن الظروف اللي بيمر بها السودان يعني يقدر يعني to find the way أنه يقوم يقدر يحقق التوصيات بشكل أفضل، ويضع الجهود اللازمة لأنه يخد يعني يواجه تحديات التغيير المناخي، بالذات ظروف السودان صعبة شوية ووضعها مختلف عن بقية الدول. خلينا نتحدث بشكل تخصصي ربما أكثر، عايزة أعرف مشاركة حضرتك اليوم في كوب، كل ما يتعلق بهذه المشاركة واسم المؤسسة ربما اللي تنضوي تحتها. أنا شاركت بدعوة كريمة من جائزة الشيخ زايد للتنمية المستدامة، هي مبادرة عظيمة أسست لإحياء ذكرى الشيخ زايد طيب الله ثراه، وقدمت الكثير في مجال التنمية والعون الإنساني، بل بالعكس أنا بفتكر أنها خلقت تغيير جذري جدا في كل العالم. عندها أهداف استراتيجية واضحة وخطى ثابتة جدا نحو التغيير المستدام. جائزة كبيرة جدا، يمكن نالها فوق ال 96 فائز، واستفاد منها قرابة ال 370 مليون مستفيد على مستوى العالم، ويمكن 126 دولة استفادت من الجائزة دي. جائزة بتشجع الشباب انه يقدموا مبادرة مختلفة يخلقوا تغيير مختلف. انا عايزة اعرف من حضرتك اكثر عن هذه المبادرة، خاصة بما يخص موضوع الاثار السلبية للتغيرات المناخية ربما، والى اي مدى نحن اليوم بحاجة الى مثل هذه المبادرات اللي بتحارب الفقر وايضا لها تأثير ايجابي على الاثار السلبية للتغيرات المناخية في العالم. التوجه الاستراتيجي لهذه المبادرة هو اصلا بيعمل من اجل مجابهة التحديات اللي بتنتج من التغيير المناخي. فممكن أديك إكزامبل إنه هم بيعملوا من أجل توفير المياه عن طريق مؤسسات كبيرة جدا وفاسيليتيز لحصاد المياه. دي واحدة من الأشياء الممكن تكون مستهدفة من قبل هذه الجائزة. برضو الطاقة النظيفة، الطاقة المتجددة، دي كل أشياء التوجه الاستراتيجي لهذه المبادرة بيستهدفها وبيدعمها وبيدعمها وبخليها تمشي لقدام وتخلق تأثير أكبر على المستفيدين. لذلك هي جائزة أنا بفتكر إنها راكزة جدا، وجائزة كبيرة جدا، وجائزة تأثيرها كبير جدا، وممكن تخلق تغيير كبير جدا في حياة الناس. وحتى التوجه الاستراتيجي زي ما ذكرتها واضح ومحدد وذو أثر كبير يعني حقيقة. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذة منى الطاهر حمدان، المدير القطري لمؤسسة براكتيكال أكشن بالسودان. شكرا لحضرتك، وحضرتك منورة طبعا مصر. ومشاهدينا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء، مستمرون مع حضراتكم في متابعة كل ما يخص فعاليات كوب 27. إلى اللقاء.